أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة، أهلا بكم في الحلقة رقم 33 من برنامج مدرس على الهوا. صباح الخير على كل طلابنا الأعزاء، صباح الخير على كل مدرسي اللغة الإنجليزية اللي يتابعونا، واللي إحنا كالعادة مستنيين كل ملاحظاتهم حتى نرتقي بالبرنامج وندنو من الكمال. هيكون معنا النهاردة مستر رمضان التركي، واللي هيشرح لنا جرامر يونت 17 أند 18. بس قبل ما نخش في الشرح مع مستر جرامر، بننوه إن ابتداء من الحلقات الجاية هنبدأ برنامج المراجعة المكثف على نص المنهج مع المدرسين اللي معانا. طبعا معانا في زي ما شايفين كده في البوست اللي قدامنا او البانر اللي قدامنا، مستر نبيل بكير ومستر خالد عطيه، مستر محمد منصور، مستر صبري غنيم، مستر رمضان التركي، مستر صلاح عبد الله، مستر خالد عطيه، خالد عبد الهادي، مستر محمد فتح الباب. ده الاستاف اللي ان شاء الله اللي هيراجع معانا نص المنهج بالنسبه للجرامر ثالثه ثانوي، وان شاء الله بالتوفيق لكل طلابنا الاعزاء. صباح الخير يا مستر رمضان. صباح الخير مستر احمد، صباح الخير على كل طلبتنا الاعزاء. نتمنى ان احنا النهارده نختم المنهج احلى ختمه ان شاء الله كده. النهارده احنا بنختم في اخر 2 يونتس، ان شاء الله ربنا يوفقنا، ان شاء الله يوفقكم، نتمنى ان هم يستفيدوا ويستجيبوا معانا ان شاء الله سبحانه وتعالى. ان شاء الله بالتوفيق دايما، ونتشرف بحضرتك كالعاده. ان شاء الله يا مستر. ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم مستر رمضان التركي. هنبدأ نشرح يونت 17 الأول. زي ما تعودنا هنحط أساسيات الجرامر هنا اللي هنشتغل عليها. احنا النهاردة بنتكلم عن قاعدة اسمها I wish أو if only. I wish و if only أصلاً بتتكلم عن presents, the regrets and wishes، يا إما regrets الندم يا إما التمنيات. فطبعا من أول ما قلت كلمة regrets wishes يبقى أنا أقول للطالب دي أساسا followed by past. يبقى أنا هعلم الطالب بتاعي يا مستر أحمد إن أنا ما ألاقي I wish او اف اول في الامتحان اللي وراها لازم يبقى باست. تمام، باست بيرفكت، باست سيمبل، حتى الفيوتشر بجيبه فين؟ في الباست. تمام قوي. يبقى انا هنا هكلم الطالب على ازاي اشتغل عليها. يبقى انا اقول للطالب انت عندك كده الجدول ده، جدول مختصر ومفيد بيقدم قاعده اي ويش واف اول بطريقه لذيذه قوي وبسيطه قوي. انا عندي هنا التنس. احنا عندنا كم زمن في الانجليزي؟ كم زمن في الانجليش؟ عندنا ازمنة الفيوتشر وعندنا ازمنة البريزنت وازمنة الباست. يبقى انا هنا هقول للطالب ادي الفيوتشر وكلمات الفيوتشر، انا عندي تومورو وعندي نيكست، ايا كان الفيوتشر ادي واحد. عندي ازمنة البريزنت وهناخد مثلا ناو، لان دي اصلا اكسبريس regrets in the present، يا اما ندم في الحاضر يا اما wishes وتمني، تمني حاجه مش هتحصل. جميل. فهنا اصبحت كده يبقى انا عندي ناو. وعندي ازمنه الباست، هنقول مثلا في الباست عندي last، عندي yesterday الى اخره. انا بعلم الطالب بتاعي بقول له دي قواعد التمني، انا عندي تمني في الفيوتشر وعندي تمني البريزنت وعندي تمني الباص. هي لها كل قاعده لها شواذ كده هنقولهم واحنا شغالين. تمام. طب انا النهارده هتكلم عن كل واحده فيهم، ادي واحد ادي اثنين. انا هنا بقول للطالب دي اي ويش في الامتحان، دي اف اونلي في الامتحان. ايه التنس اللي هشتغل عليه في كل واحده؟ انت بتقول از فولود باي باست، هاخد زمن زمن. انا عندي في الفيوتشر الباست بتاع الفيوتشر قال لي انت بتستخدم كود اود اود كود اود طبعا بلس انفينيتيف. تمام، يبقى انا مول اي ويش هقول اي ويش اي كود اي ويش وي كود. يبقى انا كده شغال فين؟ في الفيوتشر. تمني عدم الاستطاعه. يعني انا مثلا مش عارف اتكلم انجليزي، اي ويش اي كود سبيك انجلش. طب انا مش عارف مثلا العب كوره، اي ويش اي كود بلاي فوتبول. خلاص، ده اسمها تمني عدم الاستطاعه. ده كده تمني الرغبه. يبقى هنا بتاخد كل الضمائر، انا عندي هي وعندي شيء الى اخره. يعني انا مثلا بقول اي ويش دي
وورد سبيك انجلش، انا هنا رغبتي ان هم يتكلموا. هنا واحده استطاعة واحده رغبه، يبقى انا في الفيوتشر لو انا عندي اي دليل في الفيوتشر في الامتحان، عندي تومورو، عندي نيكست، عندي سون، عندي ان ذا فيوتشر، لازم اقول اي ويش اي كود، اي ويش ذي وود. يبان عندي الاي واليو بتاخد كود لان انا دي استطاعه، اي ويش اي كود سبيك، اي ويش اي كود بلاي، الثانيه اي ويش ذي وود، يبقى انا في الفيوتشر بستخدم يا وود يا كود، ادي واحد. لو انا عندي في البريزنت يبقى انا مضطر اختار الباست سيمبل. تمام. يعني انا النهارده لو عندي مثلا كلمه ناو، اي ويش اي وير ان انجلاند ناو، حاجه مش هتحصل. اي ويش اي وير ان انجلاند ناو، ازاي انت هتبقى في انجلترا دلوقتي؟ اي ويش اي سبوك انجلش ناو، اي ويش اي ترافل تو الكسندريا ناو. يبقى انا لو عندي حاجه تدل على البريزنت يبقى انا برضو هختار الباست سيمبل. الباست اخر واحده في الباست يبقى انا هختار هاد زائد الباست بارتيسيب اللي هو الباست ايه؟ باست بيرفكت. جميل قوي. يعني انا لو عندي جمله باست، انا دلوقتي بقول لواحد مثلا انا كان نفسي اجي حفلتك امبارح، هقول له اي ويش اي هاد اتندد يور بارتي يسترداي. يبقى انا هقول للطالب بتاعي اول ما تشوف اي ويش او اف اول لي في الامتحان اكتب كده على النقط على السبيس انا عايز هنا باست، وانزل على الاختيارات اللي تحت. والله لقيت واحده باست يبقى الراجل حلها كده جزاه الله كل خير زي ما حصل في امتحان 2014. اما قال له اي ويش اي كود، هي كانت حل واحد. والله لو نوع في الباست وحط لي مثلا باست سيمبل وحط باست بيرفكت وحط فيوتشر في الباست، يبقى انا مضطر احدد الزمن. هل الجمله دي معناها ايه؟ هل معناها باست؟ معناها باست يبقى انا مضطر اختار هاد والباست بارتيسيبل. طب لو معناها بريزنت يبقى انا بختار الباست سيمبل. طب لو معناها فيوتشر هركز بقى في الاثنين، لو انا فيها استطاعه او شيء كود، ولو فيها رغبه يبقى اختار ايه؟ اي وود. ده بالنسبه للقاعده كرول. نيجي الاي ويش. اما تيجي اي ويش وزود سبجكت من غير فاعل، هنا قال لي خلاص من غير فعل هنا تو بلس انفينيتيف. واحد بيقول لي يا مستر اي ويش ما ينفعش وراها باست كونتينوس، ينفع ينفع. اتس ريننج ناو، اتس ريننج، اتس ريننج، اي ويش ات وزنت ريننج، ات وزنت ريننج. يعني انا ممكن استخدم اي ويش كده، اي ويش ممكن احط وراها برضو كده باست كونتينوس. يبقى انا كده برضو ممكن استخدم كده اي ويش ات wasn't raining. دي معناها ايه الجمله دي؟ معناها الجمله دي يا مستر احمد ان اتس raining، الدنيا بتمطر. فانا هتمنى ايه؟ او it wasn't raining. دي احدى الحاجات الشواذ. يبقى دي كده الرولز بتاع قواعد التمني اي ويش ويف اونلي بطريقه بسيطه جدا وما تجهدش الطالب. يبقى انا النهارده وانا بامتحن اي ويش وعندي سبيس هكتب وراها باست، انا عايز باست، وانزل في الاختيارات اللي تحت، عندي كود، عندي وود، عندي باست سيمبل، عندي باست بيرفكت، احدد الزمن اللي انا هشتغل عليه. والله لو عندي دلاله على الباست يبقى انا اختار هاد والباست بارتيسيبل، عندي كلمه تدل ريفيرز تو ذا بريزنت اختار باست سيمبل، طب الفيوتشر اختار وود او كود. ده مختصر المفيد للقاعده. نحاول كده يا مستر ناخد ثلاث امثله على الايه؟ اكزامبلز على ثلاث ازمنه. احنا هنبدا بامتحان 2014. كانت الجمله بتقول هي كانت في الفاين ذا ميستيكس، احنا هنعملها اختياري طبعا بناء على النظام المعدل الجديد. طبعا احنا بنقول للطلبه كتاب مدرس على الهوا اعتقد من احدى الكتب ان شاء الله اللي هتصدر قريبا جدا يمكن خلال اسبوع ولا حاجه. الكتاب ده بيغطي المنهج كله في اسئله كتاب الورك بوك كله باجابته، وعندنا كمان الاساتذه الافاضل كله واحد حاطط بصمته. فانت النهارده هتشوف بصمه كل المدرسين في وقت واحد، مش بصمة مدرس واحد، 10 مدرسين او 9 مدرسين بصمتهم في الكتاب، فهتاخد فكر كل واحد على حده، فطلبة تستفيد منه ان شاء الله. اي ويش اي تو الكسندر، ومش هكتب كي ورد في جمله زي دي مثلا كده. مش هكتب مثلا لا باست ولا بريزنت. هو الراجل في جمله زي دي ما ينفعش يكتب لي غير مثلا كده كان فيزيت كود فيزيت فيزيت واخر حاجه فيزيتنج، هو لازم يكتبها بالشكل ده. فمستر احمد يقول لي طب هو مش ممكن يكتب في جمله دي مثلا الباست والباست بيرفكت والفيوتشر؟ ما ينفعش، لان لو انا هكتب الثلاثه لازم اقول اشاره لزمن، لازم اوضح الزمن في الكلمه. فانا في جمله زي دي انت بتقول اي ويش، انا بقى بعلم الطالب بتاعي بقول له بص يا حبيبي السبيس اهي اكتب وراها كده انا عايز باست، هنزل على الاختيارات دي مش باست، دي مش باست،
دي مش باست، يبقى انا ما عنديش غير مين؟ كود فيزيت. كود فيزيت. ليه كود فيزيت؟ هنا استطاعه. يا سلام لو اقدر اروح اسكندريه، اف اي كود فيزيت الكسندريا. لو كان بقى هنا اي والفعل الثاني ذي او هي، ما ينفعش كود، تبقى هنا مين؟ وود. لان انا هنا كده رغبه وتمني. تمام. دي اول واحد. تمام. مثال ثاني، انذر اكزامبل، ادي واحد كده نمبر 2. اي ريجريت هيلبينج هير، اي ويش اي هير هل كودنت هيلب ولا ديدنت هيلب ولا هادنت هيلبد ولا وود وودنت هيلب. جملة فيها فكرة جديدة، إن أنا أقول أي ريجريت، أنا ندمت إني ساعدتها. تمام، مستر أحمد مذاكر الوحدة يونت 13 كويس، فده الندم، والندم دائما ريفيرز تو ذا باست. جميل. أنا ما ينفعش أندم على البريزنت، أنا حتى لو ريجريت حطيت وراها تول انفينيتيف يبقى أنا بعتذر، دفاع اعتذار. أما ريجريت بالآي إن جي أنا بندم، بندم على حاجة عملتها. على حدث تم بالفعل. فأنا بقول إن أنا ندمان إني ساعدتها، ندمان إني ساعدتها، بندم إني ساعدتها. طب هنا كده خلاص دي اصبحت دي جمله ايه؟ باست. باست ايه؟ باست بيرفكت، عشان دي زمانها ايه؟ باست. فين الباست بيرفكت؟ دي لا، دي بتاع الفيوتشر، دي الفيوتشر، دي البريزنت سيمبل، ما فيش غير مين؟ هادنت هيلبد. هادنت هيلبد. اي ويش اي هادنت هيلبد، تمنيت الا اكون ساعدتها، ما كنت ساعدتها. تمام. انذر اكزامبل، شي ويشز شي space in London now. جملة زي دي يا جماعة هنختار had been is where has been. طبعا واحد هيقول لي ازاي شيء هتاخد وير، احنا بنقول دي قواعد الوش والريجريت والتمني، فدايما فيها استحاله. اول حاجه عندنا هنا ناو. ناو هنا بتدل ان في امنيه في المضارع. تمام، امنيه في المضارع. تمام. يبقى مش هتنفع مين؟ هاد بين، دي بتاع الباست. جميل. از دي اصلا كده بتاع البريزنت، واحنا متفقين هنا محتاجين جمله ايه؟ باست. باست. ورا اي ويتش. طب وهاز بين مش نافع، فيش غير مين؟ وير. تشي وير لندن ناو. زي بالظبط ما اقول ايه فاير، دي اللي تمني الاستحاله. تمام. كده ده اي ويش وايه فقول لي. ندي كمان اكزامبلز. جميل. تمام، الناس تركز كده شويه. انا ما شفت اي ويش، كتبت باست، اخترت كود عشان هي الوحيده اللي باست. بس الناس لما شافت اي ريجريت، وانا متعلم ان ريجريت بالاي ان جي ندم والندم في الباست، فاخترت هاد والباست بارتيسيبل. تمام. الناس لما شافت ويشز وشي اختارت وير عشان كلمه ناو. ناو. I wish I wish I space to care with my friends next week. هل اختار had gun، هل اختار went، could go، would go؟ جمله زي دي كده عندنا next week، عندنا اول بس هنكتب ان هنا على النقط انا محتاج هنا مين؟ past في الفيوتشر. انا محتاج هنا past. طب ما دي past ودي past ودي past ودي past، اربعه past. يبقى انا بقى احدد هنا يا مستر احمد نيكست ويك، احدد الزمن هنا نيكست ويك بتدل على الفيوتشر، للفيوتشر. يبقى نشطب. تمام، لان دي بتاع الباست ودي بتاع يا كود يا اما وود. يا كود بناء على الضمير بقى بتاعنا يبقى ايه؟ يبقى نختار مين؟ كود جو. كود جو، عدم المقدره. كان نفسه يروح معاهم ولكنه لم يستطع. دي كده يونت 17 بالمختصر المفيد، على قد كده ما قدرنا نبسطها.
تمام تمام جميل يا باشا. نشتغل بقى في يونت 18 عشان دي محتاجه شغل كتير شويه، لان احنا هنتكلم في اوميشن اف وحذفها ونبدا طبعا نبدا الشغل الجديد شوية. تمام كده. ده بالنسبه ل الناس بس تبص عليها كده بصه سريعه. اي ويش اف اونلي فولود باي باست. انا عندي الفيوتشر، عندي كود وود، وعندي البريزنت باست سيمبل، وعندي الباست بيرفكت هيد والباست بارتيسيبل. يبقى للتعبير عن امنيه في المستقبل بنستخدم كود او وود زائد المصدر. اي ويش ان ذا فيوتشر. تمام. لو امنيه في المضارع بنستخدم الماضي البسيط. لو امنيه في الماضي البسيط بنستخدم الماضي التام. باست بيرفكت. تمام. جميل. تمام. وقلنا الفرق بين كود وود، قلنا احنا الكود بتاعي ايه؟ عدم المقدره. تمام. طبعا وود ايه؟ عدم عدم الرغبه. جميل. كده؟ جميل. رغبة ومقدرة. وقلنا wish without subject is followed by to plus infinitive. وقلنا ان انا احيانا بحط الباست continuous لو الجملة حاجة بتحصل دلوقتي، زي مثلا it's raining I wish it wasn't raining. ده كده يونت 17. نبدأ بيونت 18. هنا بقى هنكتب كتير شويه لان احنا هنحذف اف. قبل ما ندخل فيها كده، ما تدينا نبذه عن ثلاث حالات بتوع اف كده، القواعد بتاعتهم بتقول ايه؟ احنا كنا خدنا سابقا في يونت 16 خدنا اف، وخدنا ليها اربع حالات. جميل. اربع حالات لاف كده سريعا حتى التذكره دي هتفكرنا بالحذف. تمام. تمام. كنا خدنا البريزنت سيمبل مع البريزنت سيمبل، ودي الحاله الصفريه، دي حاله الزيرو كونديشنال اللي احنا بنقولها يا مستر احمد، الحاله الصفريه الساينتفك فاكت. مظبوط. يعني ايه ساينتفك فاكت برضه عشان الناس تبقى فاهمه؟ ساينتفك فاكت انا بتكلم عن ظاهره طبيعيه لا تتغير. جميل. الظواهر الطبيعيه، اما اقول مثلا if water boils it evaporates او it turns into كذا. تم تغلي بتتحول يا اما بتتبخر يا اما بتتحول لبخار. تمام. turns into steam. جميل. if the heart stops working this soon follows. حقيقه علميه ثابته لا تتغير. كانوا دايما يقولوا لنا كده، الحاله الصفريه حقيقه علميه ثابته لا تتغير. if I don't drink I die. لو انا ما شربش هموت. حقيقه علميه ثابته لا تتغير، ما ينفعش فيها لعب. فبيقول دي الحاله الصفريه. الصفريه. تمام. كان عندنا ثلاث حالات، الحالة الأولى first conditional، والثانية والثالثة. تمام. تمام. قلنا في الحالة الأولى لو أنت طالب ذكي شوية، إحنا كنا نقول للطلبة يا ابني حالات إف دي تصرفات الأفعال الثلاثة بتوعك، تصريف أول وثاني وثالث. يعني أنت حالات إف الأولى اللي هو present simple، يعني التصريف الأول، التصريف الأول. الفعل في التصريف الاول بتاعه. تمام. طب الحاله الثانيه خلاص ده التصريف الثاني، يبقى ده الباست ماضي بسيط. الحاله الثالثه يبقى الباست بيرفكت. فانا كنا نقول للطالب احفظ ثلاث جمل لزاز قوي، احفظ فعل استادي واعمل سبوت على الانجليزي كله عليه. يعني انا النهارده انا هقول للطالب ادي بريزنت. تمام. ادي بريزنت فيهم بريزنت سيمبل، ماشي. يبقى الثانيه دي ويل بلس انفينيتيف. عندي بقى المودلز كلها ويل، وعندي كان، وعندي مي، واحيانا بجيب جمله الامر. يعني انا النهارده لما اقول للطالب حتى بمثال تحت اف اي، اف اي ستادي هارد كامل بقى اي ويل باس، يبقى كده الحاله الاولى. الحاله الاولى بمثال اف اي ستادي اي ويل باس. طب ممكن اقول اي كان، ممكن استخدم كان، وممكن استخدم ايه احيانا في البدائل. طب ممكن استخدم صيغه الاوردر. عادي خالص. اف يو ستادي يور ليسونز تيك ريست هاف ريست. اف يو ستادي يور ليسونز watch TV. if you study your lessons go out and play with your friends. ذاكرت تطلع العب اتحرك. يعني الحاله الثانيه ادي الباست. انهي باست فيهم؟ الباست سيمبل. طب انا في الباست سيمبل خلاص، ما هو طبيعي جدا انت هنا كان البريزنت حطيت ويل، هات الباست يبقى الماضي بتاعها وود، يبقى دي وود. وود بلس انفينيتيف. اوكي. بلس انفينيتيف. طب ادي مثال برضه اهي. ادي اف اي هنعمل سبوت. اف اي ستاديد هارد هارد I would pass the exam. I would pass. ده التمني. تمام. اللي هي بيسموها الـ unreal past، الماضي الوهمي. زي ما بقول ايه؟ if I were a king، انا لو كنت ملك I could help you. if I were a millionaire I could buy ما اعرفش، وهكذا. دي حالة اللي هي الـ unreal past. حالة الاستحالة اللي هي التالتة كان الـ past perfect. الـ past perfect. والزمن التاني بتاعها كان فيه would وهاف وتصريف تالت زائد الباست بارتيسيبل. ده بيديني مثال اهو. اف اي
had studied hard I would have buzzed. مستر احمد مذاكر كويس اهو. I would have buzzed. استاذ احمد استاذنا طبعا ربنا يبارك فيك حبيبي وراجل علمه وغزير ربنا يوفقه ان شاء الله. انا لما بقول للطالب احفظ مثال زي ده المثال ده بيعمل لي سبوت على الانجليزي كله. يبقى انا وانا بمتحن انا حافظ استادي مع ويل واستادد مع وود وهاد استاد مع وود هاف والباست بارتيسيبل. اعمل بقى اسقاط على كل الانجليزي. افترض ان الفعل كان رايت نفس القصه. طب افترض ان مثلا كان جو نفس الموضوع يبقى جو وينت هاد جان ويل وود وود هاف والباست بارتيسيبل. طب رايت رايت روت هاد ريتن برضه ويل وود وود هاف والباست بارتيسيبل. يبقى انا كده جمله واحده سهلت لي الموضوع وبقى ما دخلتش انا بقى الميكسد اف ومش الميكسد اف والحاله المزدوجه. احنا بعدنا عنها اصلا في الامتحانات. يعني انا مثلا على 30 سنه في التدريس عمري ما شفت الميكسد اف جت في امتحان ثانويه عامه. فانا مش ناقص اجهد الطالب بحاجه متعبه. مظبوط. هما الناس بيسهلوا لنا الناس بيبسطوا لنا بيحببوا لنا اللغه احنا بنعقدها. فهتلاقي الطالب بيعمل ايه؟ الطالب بيكرهها. بيكرهها لان في مدرس شغال على ايه؟ الميكسد اف وشغال الحالات الشاذه والحالات الغريبه. يبص في الامتحان ما فيش الحاجات دي. يقول لك انا بعلمه. تعلمه ايه؟ تعلمه حاجه تفيده علمه حاجه تخليه يجيب درجه الاول وبعدين في الجامعه بقى يفعل ما يشاء. تمام. ده بالنسبه لحالات اف. لحالات اف على الجدول ده احنا هناخد الحذف اللي هو ايه؟ هنستخدم تشود مكان اف وير وهاد. نبدا بيهم الاول. دي مجموعه كبيره شويه. دي بدائل اف. بدائل اف. تمام. مش هنتكلم عن الليسته لما نخلصها. يبقى انا عندي كده مول الطالب ادي ده اوميشن اوميشن اف. انا هحذف اف. جدولنا المعتاد الجداول المريحه للطلبه دي قوي. معايا مستر احمد؟ معاك حبيبي. اعتقد بقول لحضرتك الجدول المريح للطالب ده بيحبوا هم الحاجات البسيطه دي اكيد بتسهل الامور بالنسبه لهم بتريحهم. احنا عندنا حالات حذف اف احيانا بنستخدم ديت شد. جميل. واحيانا بستخدم وير في بحالتين. واحيانا بستخدم هاد في حالتين. تمام. يبقى انا ممكن احط مكان اف شد وير وير هاد هاد. طب انا امتى بختار شد؟ امتى بختار وير؟ امتى بختار وير؟ امتى بختار هاد؟ امتى بختار هاد؟ وكلهم وراهم سبجكت. فاعل. فاعل. شود اي وير اي وير اي هاد اي هاد اي should he where he where he had he had he نفس الفاعل. تمام. قال لي بسيط قوي. نقسم البورد بتاعنا كده عشان نقول للطالب عشان تختار شد لازم يبقى ده انفينيتيف مصدر. انهي حاله دي؟ ده هنا التايب 1 والتايب 2. يعني هتلاقي هنا يا اما ويل يا اما وود يا اما وود والانفينيتيف اللي احنا قلناهم من سبق تايب 1 وتايب 2. تمام. يبقى شد بتعمل حذف اف في الحالة الأولى والثانية. جميل. هنكتب مثال دلوقتي should I help her she will أو I will be happy. طيب واحدة ثانية should I study my lessons well I will pass the exam. طيب اعملها في الحالة الثانية should I study my lessons well I would pass the exam. يبقى في الحالة الأولى والثانية should subject infinitive. يبقى أنت بختار should أما الاقي ده infinitive. طيب حلو. نيجي لهذا اللي تحت اخر واحده طول عمر هاد معاها الايه؟ الباست بارتيسيبل. جميل. عشان دي التايب كام؟ ثالثه تايب 3. يبقى انا الاقي في الجمله دي وود وهاف وهاف زائد الباست بارتيسيبل. يعني مثلا هاد اي بين تو كايرو هاد اي بين تو كايرو اي وود هاف ميت ماي فريندز هاد اي ترافل تو انجلاند اي وود هاف سين اي وود هاف فيزيتد. تمام. بستخدم الحاله الثالثه. يبقى انا هاد امتى بختارها؟ مع الباست بارتيسيبل في التايب 3. خلي بالك من دي قوي لازم يبقى تايب 3 لان انا عندي هاد تاني. هاد التاني دي معنى املك او عنده. يبقى دي التايب ايه؟ تايب 2. الحاله الكام؟ التاني. يبقى انا هاد مع السبجكت هلاقي هنا بقى اوبجكت. وبعد الاوبجكت هلاقي ادي وود بلس انفينيتيف. طب ادينا مثال. هاد اي كار هاد اي كار. لو عندي عربيه لو عندي عربيه امتلك هاد اي كار اي وود جو to work early كنت رحت الشغل ايه؟ رحت الشغل بدري. had I a car I wouldn't be late. I would ما كنتش اتأخر. يبقى انا had I a car. يبقى انا عندي لها شكلين. لو وراها object يبقى ده التايب 2
ولو وراها باست بارتيسيبل يبقى ده التايب ايه 3. يبقى انا هركز قوي امتى اختار هاد لو في اوبجكت والتايب 2 ولو في باست بارتيسيبل وتايب ايه 3. ادي واحده. طب امتى وير وامتى وير؟ قال لي لها وير اكتر واحده في الامتحان بتاع التايب 2. اني واحده فيهم اللي معاها 2 بلس انفينيتيف؟ اه هو هنا حاجه في حاجه اسمها وير 2 بلس انفينيتيف، حاجه اسمها وير 2 كم. وير 2 كم كان يجب علي ان اتي، دي بتاكل البسط بس في البسط. يعني وير هنا 2 بلس انفينيتيف، وبعد كده التايب 2 ادي وود وادي الانفينيتيف. طب وير الثانيه دي بتاع التمني الوهمي، وير اي كينج، وير اي مليونير، وير اي بيرد، يبقى فينا ايه اوبجكت فينا مفعول، وبرده التايب 2 ادي وود بلس انفينيتيف، ودي الحاله الثانيه. نعمل امثله على الجزء ده، ده الجزء الاول حذف اف، يبقى انا ممكن احذف اف مين بشد ادي واحده، هنقل الناحيه دي الثانيه اهي، هنقل بمين هستغل شد في تايب 1 و 2. طب امتى هميز ازاي؟ شد سبجكت انفينيتيف، شد سبجكت انفينيتيف. طب نيجي الوير، قال لي عندي اثنين وير في الوهمي، اف اي وير ا كينج، اف اي وير ا لوير، اف اي وير ا دكتور، اف اي وير مثلا ا مليونير، وهكذا. دي هنا معاها اوبجكت والحاله الثانيه. في بقى وير بتاع يجب ان وير اي تو، وير اي تو ترافل، وير اي تو كم، الحاله الثانيه برضو. وعندي اثنين هاد، هاد مع الاوبجكت في التايب 2 وهاد مع الباست بارتيسيبل في تايب ايه 3. نعمل امثله عليهم تشويس. الناس بقى تخلي بالك من الشكل ده، لان احنا دلوقتي هنحذف الحاجات دي، هنحذف بروفايدد وسبوز وسبوزنج وايماجين وايماجين ذات وان كيس اوف وحاجات كده كتيره، هنعملها برضو تيبل كده لذيذ، ويبقى كده لخصنا يونت 18. جميل، نتمنى ان انتم تكونوا فاهمين ومستوعبين الحاجات البسيطه دي. طيب ادي سبيس، هي كمز ايرلي، هي ويل ميت هيز فريندز. ده اشكال الامتحانات بتاعتنا، هل دي اف ولا شد ولا وير ولا هاد. ده مثال، فكر كده معايا لحد ما نخلص كتاب. اتنين سبيس هي تو كم ايرلي، هي وود هاف ارست، هل برضو اف شد وير هاد. اوكي اوكي. تلاتة سبيس هي فيزيتد كايرو، هي وود هاف سين هيز فاميلي. راجل مغترب ده. اف هاد شد وير. نمبر فور، اي ابيرد اي كود تو لاي. نفس الاختيارات بقى، خمسه نكتفي بهذا. جميل. أول جملة، طبعاً الطالب أما بيشوف جملة زي دي هو كل تركيزه في الأوميشن بتاع إف، كل تركيزه منصب المستر شغال في شود وير وير وهاد وهاد، فعينه عليهم بس، مش شايف حاجة تانية. أقول له طب ما تيجي ناخدها واحدة واحدة، أنت عشان تختار هاد دي عندنا احتمالين. هاد أهي، يا إما سبجكت وأوبجكت. تمام. ودي التايب 2 ودي مهمه قوي التايب 2. يا اما هاد والباست بارتيسيبل وتايب 3. لو انا بصيت على الجمله اللي فوق، الله دي فيها هنا مين؟ ويل والمصدر. يعني التايب كام؟ 1. طيب 1، يبقى انا كده مستبعد هاد. جميل. لان هاد بتيجي في تايب 2 وتايب 3، تايب 2 تايب 3 بس. تمام. طيب حلو قوي. نيجي لوير، فين وير؟ وير سبجكت اوبجكت، وير سبجكت وتول انفينيتيف، ودي الحاله الكام؟ الثانيه. دي مش الثانيه برضو، شكرا. وير. جميل.
يبقى انا بركز على شود واف. طب انت بتقول شود مع سبجكت مع الانفينيتيف، الطالب مش واخد باله ان ده مش انفينيتيف. هنا بلس اس ده فعل في المضارع. جميل. يبقى انا هشتغل على القاعده الايه؟ الاساسيه. الاساسيه بتاعتي. If he comes early he will meet his friends. يبقى انا عملت ايه؟ الطالب اتخدع، هو شاف طبعا الاس ما خدش باله ان دي مش انفينيتيف. هو دي انا لو شلت الانفينيتيف ده هتبقى دي مين؟ شد. اساسيه. تمام. خلي بالك بقى من دي قوي. يعني انا خلي بالي من وجود الاس او عدم وجودها. لان الاس كده بتحول لي الفعل في الايه؟ في البريزنت مش في الانفينيتيف. تمام. احنا عندنا الفعل عندنا انفينيتيف وعندنا بريزنت وعندنا باست وعندنا باست بارتيسيبل وعندنا بريزنت بارتيسيبل، ما لازم افهم التقسيمات دي كويس. تمام. فانا النهارده لو الاس موجود هختار اف. طب ليه هتختار اف؟ دي تايب 1، تايب 1 اف بريزنت والانفينيتيف، يعني انا استبعدت عن الاوميشن. طب انا شلت الاس هنا خلاص بقى شود هي كام. شود. طب ليه ما ينفعش شود هي كامز؟ فالناس فاكره ما هو الطالب فاهم ان هي بتاخد كامز. بتاخد كامز في البريزنت مش في الانفينيتيف. تمام. ما هو الطالب يقول لك الله، طب ازاي ما هي بتاخد اس؟ ما هو حافظ هي شي ات الفيرب بلس اس. مظبوط. ماشي ده لو في البريزنت، انا هنا انا عايز انفينيتيف فعل مجرد. ايوه بدون اي اضافات. تمام. ادي واحده ثانيه. نقط هي تو كم. الناس اللي فاهمه اول ما شافته ديت، ما انا عندي في قاعده بتقول ان بي تو بلس انفينيتيف دي بتساوي الكلمه دي. يعني مول مثلا ذا جفرمنت از تو سولف، از تو سولف يجب على الحكومه ان تحل. تحل. لازم افهم كده. وانا مش فاهم الموضوع، مش الترجمه وخلاص. ذا جفرمنت از تو هيلب، يجب على الحكومه ان تساعد، ولا تبقى غلط. يعني از تو اصبحت زي مين؟ زي ماست. خلاص كده. طب حلو، يبقى انا اول ما شفت طول انفينيتيف انا مذاكر مين اللي بتاخد سبجكت. السبجكت ده وطول انفينيتيف ما عنديش غير مين؟ غير وير. وير. انا اول ما شفت الباست بارتيسيبل واحد قلت اما نختار اف. ماشي انا معاك كويس قوي، هنحط اف. طب دي اف وده السبجكت، هنا ده الباست سيمبل. الباست ايه؟ سيمبل. المفروض تبقى جمله ثانيه وود بلس انفينيتيف. طب انت عندك هنا مين؟ وود هاف وتصريف ثالث. وود هاف والباست ايه؟ يبقى اف كده مستبعده. طب وير دي بتاع الحاله الثانيه مستبعده، وشوت بتاع الاولى والثانيه يبقى قداميش غير مين؟ هيد. هيد. اي بيرد اي كود فلاي، ونفس الاختيارات اللي فوق. اي بيرد اي كود فلاي، هنا ده اسمه ايه؟ تمني المستحيل. اف اي وير بيرد، انا لو كنت طائر. كنت احنا عملنا كروس عشان نعمل اوميشن اف. وير اي بيرد، وير ايه؟ اي بيرد. يبقى نختار هنا مين؟ وير. وير. نفس الجمله تحت. الله، هنا شيء وده انفينيتيف. طب ما شيء انفينيتيف مش هتنفع هيد، لان هيد عايزه يا اما باست سيمبل يا اما باست بيرفكت سوري يا اما اوبجكت. تمام. وفي نفس الوقت وير عايزه يا اما اوبجكت برضو يا اما تقول انفينيتيف، يبقى ده مش غير مين؟ شود. رغم ان دي الحاله الثانيه، ادي شود وادي السبجكت وادي الانفينيتيف ودي الحاله الثانيه. يبقى اول جزء الحذف اف يا اولادنا كده ان شاء الله، شود سبجكت انفينيتيف وير سبجكت والاوبجكت بتاع التمني اللي بتاع الانريال باست. انريال باست. وير تو الانفينيتيف اللي هي جمله الالزام. وعندي هاد مع الاوبجكت اللي هي عنده او يمتلك. واخر واحد هاد زائد الباست بارتيسيب بتاع التايب 3. ده كده اول جزء الحذف اف. تمام. تمام. جميل. خش على الجزء الثاني. نمسح الجزء ده. طيب اوميشن اف، حذف اف، احنا عندنا سبوز وعندنا سبوزنج وعندنا ايماجين وعندنا ايماجين ذات. ده جزء. وعندنا بروفايدد providing وعندنا provided that وproviding that وعندنا as long as وعندنا so long as. ادي جزء تاني. وعندنا in case وعندنا in case of وin the event of. دي كده مجموعة الحذف ايه؟ اف.
يعني انا عندي سبوز وسبوزنج وايماجين وايماجين ذات. انا اقول للطالب بتاعي لو سمحت علمهم بدي. صيغه السؤال تمام على طول. انا بقى ما اقولش لا تايب 1 ولا تايب 2. يبقى انا هعلم سبوز وسبوزنج وايماجين وايماجين ذات بصيغه السؤال. يعني انا لو حبيت اعمل عليهم مثال، سبوز يو فاوند ابوك، افترض ان انت لقيت كتاب سابو وات وود يو دو، يو دو هتعمل ايه؟ ماذا ستفعل؟ حتى لو بريزنت، سبوزنج يو find a book what will you do what will you do. يبقى انا هختار suppose و supposing و imagine و imagine that في السؤال. تمام. انا اللي قلت تايب 1 ولا تايب 2 انا ميزتهم بين في السؤال بالquestion mark. يبقى دول بيحلوا محل اف بالquestion mark يعني انا لما الاقي علامه استفهام طبيعي طبيعي جدا خلاص انا كده افكر في suppose و supposing و imagine و imagine that هستبعد كل ده. تمام تمام. ادي دي كده حاجه خلصت في ثواني. سبوز سبوزنج ايماجين ايماجين ذات في صيغه السؤال محل اف. تمام تمام. ادي واحده. نيجي للبروفايدد ذات او بروفايدد ايهما؟ بروفايدد بروفايدد ذات. طب بروفايدنج بروفايدنج ذات از لونج از دول شائعين جدا في التايب دي. بريزنت سيمبل والبلاس انفينيتيف. ليه بقى؟ دول معناهم بشرط. فانا لما اقول لواحد اي جمله من دول، يو كم، اي ويل، شو، يو، ماي البوم، شرط انك تيجي. تيجي اوريك الالبوم بتاعي، حطها في النص. اي ويل شو يو ماي البوم بروفايدد يو كم. يبقى انا هعلم provided و provided that و providing و providing that و as long as و so long as بالتايب ايه؟ 1 تايب 1. ليه؟ دي جمله شرط. انا بشترط if you want to see my album you must come you have to come. احط مكانها ايه؟ provided. تمام. if you come I will show my album. يبقى انا بحطها في التايب 1. نيجي ل in case. in case دي زي اف بالظبط، دي بتساوي اف بالظبط في معناها. يبقى وراها sentence جمله كامله. طب وان كيز اوف دول وراهم النون وبعد النون الجمله الثانيه. نعمل امثله. نعمل امثله. انا النهارده بقول سبيس كده مثلا. ايوان نمبر 2 كمان. ادي كده فور اكزامبلز. تمام. سبيس يو فينيش يور ستادي وات وود يو دو. انا متعلم ان علامه الاستفهام دي وانا كده بعتبر دي قاعده اف. عرفتها منين؟ ادي وود اهي. تمام. وادي الانفينيتيف وادي التايب 2. دي الحاله الكام؟ الثانيه. الثانيه. كل حاجه لك تمام. اعرفني انت الاختيارات باينه قوي يعني.
هتلاقي اف وتلاقي الليس وتلاقي سبوز وتلاقي باين اهو في التشويز. هي كاتب لك كده مثلا هتختار اف، هتختار مثلا سبوز او سبوزنج مثلا كده، هتختار مثلا الليس، هتختار مثلا ان كيس، وهيكتبها كده بالظبط بنفس الشكل كده بالظبط. طب انا متعلم من نفسيه السؤال بختار مين؟ سبوزنج يا سبوز يا سبوزنج يا اماجين اماجين ذات، يبقى قدامي غير مين؟ سبوزنج. سبوزنج نفس الكلام في الجمله اللي تحت فيها علامه الاستفهام اهي، يبقى انا مضطر اختار برضو مين؟ سبوز. ادي كده جملتين اتحلوا. نيجي للجمله دي، يو فيزيت مي اي ويل شو ماي البوم. هو كاتب لي مثلا كده بروفايدد، مش هينفع يكتب اف لان هي بتساويها بالظبط، بروفايدد وهيكتب ان كيس اوف، كيس اوف، وهيكتب unless، وهيكتب مثلا suppose. انا برضو بمنتهى الذكاء بتاعي، طب انا هستبعد suppose عشان ما فيش علامه استفهام. هستبعد ان كيس اوف عشان عايز النون. تمام. حتى مش تاخد الجيرند كمان. اصبح عندي يا اما بروفايدد يا اما مين؟ unless. هترجم بقى كويس. هقول له اذا لم تزورني، انا هوريك الكاميرا بتاعتي ولا شرط انك تزورني؟ مش شرط. يبقى انا هختار هنا مين؟ بروفايدد. تمام. الجمله اللي تحت ذا فاير، يبقى انا بتكلم عن النون، يبقى انا مضطر اختار مين؟ ان كيس اوف، في حاله الحريقه اتصل برجال الاطفاء. تمام. كول ذا فاير مان او ذا فاير بريجايد، ايا كان المعنى بتاعنا. تمام. يبقى انا عندي كده حذف في سبوز وسبوزنج وايماجين وايماجين ذات، دي بتاعت السؤال. تمام. دي سهله ما فيهاش مشكله اهو. الناس اللي بتحل في الكتب الخارجيه بتلاقي علامه استفهام، دور على واحده من الاربعه دول. تمام. عندي بعد كده بروفايدد ذات وبروفايدنج، بروفايدنج ذات واز لونج از، سو لونج از، دي بيحلوا محل اف، بريزنت ويل والانفينيتيف، وعندي ان كيس جمله عاديه خالص زي اف بالظبط. تمام. ان كيس اي ستادي اي ويل جيت هاي ماركس، ان كيس اي ستاديد رايت ماي ليسونز اي ويل واتش تي في، ايا كان بقى اللي هكتبه. طب ان كيس اوف ان ذا ايفنت اوف دوراهم الايه؟ النوت. تبقى عندنا الليس وحذف الليس مكان اف. جميل. ودي اخر جزء فيه الاوميشن. تمام. تمام؟ جميل. اخبار الوقت. تبقى معانا وقت يا مستر احمد؟ 5 minutes ان شاء الله اكون خلصت. احنا عندنا unless. طب unless دي بتساوي اف نوت. حلو قوي. بس علم الطالب بتاعي ان unless لازم وراها في الحته دي كده جمله مثبته. مثبته. ما ينفعش تبقى منفيه. تمام. يعني ما ينفعش اقول unless I don't. ما ينفعش اقول unless I hadn't او unless I didn't. ما هي زي اف بالظبط. الثري تايبز او الفور تايبز زي unless، ما عدا بس بتدي معنى النفي. بس بتدي معنى النفي. طب والجمله الثانيه السكند سنتنس ممكن تبقى نفي ممكن تبقى اثبات. يعني انا لما اقول مثلا اف I didn't finish my work، انا لو ما خلصتش شغلي I wouldn't go home، مش هروح، انا قاعد مستني. مدير بيقول لي if you didn't finish your homework او your work مثلا ما خلصت شغلك اقعد بقى استنى. هو عايز هنا مين؟ unless. انا متعلم ان if plus not ده ايه؟ الاثنين بيساووا unless. يبقى ده unless I finished. Finished. Unless I finished. كمل جملتك خلصت. Unless I finished my work I wouldn't go home. جميل. يبقى الجملة الثانية دي سواء نافية أو إثبات ده مش شغلي. أنت شغلك كله إن unless بتساوي اف والنفي. افيرماتيف جملة مثبتة. بس بتحل محل اف في تايب 1 وتايب 2 وتايب 3. جميل. أدي واحدة. يبقى أنا كده أدي واحدة. جميل. طب أنا عايز أحذف unless. قال لي حذف unless أنت عندك but for وعندك without. جميل قوي. ايه الفرق بين فور وبات فور وذاوت؟ طب بات فور دي لازم وراها في الحته دي كده اهو ناون. وذاوت وراها اي ان جي، والجمله الثانيه ماليش دعوه بيها. يعني انا مثلا ما حبينا نعمل مثال كده سريعا. يعني لما اقول لي سبيس كده مثلا ماي ورك مثلا كده اي وودنت have earned a lot of money. هو هيكتب ايه في الامتحان؟ هيكتب اف وهيكتب unless وهيكتب but for وهيكتب in case of. لو انا النهارده طالب بيفكر كويس، انا هحذف اف عشان دي عايزه subject و unless عايزه subject و verb. جميل. اصبح يا بطفور يا ان كيس اوف. طب دي معناها لولا
دي معناها في حالة. حالة أن أقول في حالة شغلي أنا مش هكسب فلوس كتير ولا لولا عملي؟ لولا شغلي يبقى المفروض دي كانت unless I had I hadn't unless I had worked unless I had worked لو لم أعمل I wouldn't have earned a lot of money. تمام. أما لو حبيت أستخدم without يبقى أنا أدي without space my lessons I would have failed. تمام. هل هنا كده study ولا studying ولا studied ولا studies؟ وزود بيجي بعدها gerund. gerund فين gerund؟ studying. studying وزود تمام. studying my lessons. يبقى عند unless بتساوي if not تحذف if not بنحط مكانها unless وراها جمله مثبته اجباري. تمام. ادي واحده حبيت احذف unless بحط مكانها but for without. تمام. نتمنى ان احنا نكون شرفتنا اسعدناكم في الوقت القصير ده. اتفضل يا حبيبي. وعملنا كل حاجه. شرفتنا يا مستر رمضان وانا من حضرتك من الناس القليله اللي انا بستمتع بالجرامر بتاعها بشكل سمبليفايد وواضح جدا. شرفتنا وان شاء الله نتقابل في الحلقات الجايه في المراجعات وهيكون معانا ان شاء الله الاستاف كله في المراجعات وبنوعيكم ان شاء الله يبقى في برنامج مكثف للمراجعه بشكل راقي يعني ان شاء الله. ان شاء الله بنشكركم ونشوفكم في حلقات قادمه ان شاء الله.